بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين ليقاد ما بين وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وطلق لم ينح ذاتي جالب النيران أو جالب العارين في الخسران لم ينحني ضرر نار الدنيا واختصني الباقي بخير ثنيا ملكني ما لم يبعه عني وقعد لي بقاءه بالمن كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مذ نفعني محام مات قد نفي النفوسا محام مات قد نحى النفوسا ولسواي ساقه تنفيسا ولسواي ساقه تنفيسا إلى سوى نحو انتحاء الموت نحى النفوس كلها بفوتي لم تنحني مقد دمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نفسي ما نحاني جدل ترسي عن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله كفاني الباقي مماتا سرمدا وببقاء يسر أحمدا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كلي عليه عولا ترسي عن الأمراض والممات بقاء عاصمي من الشمات علمني بقوله إلي البيت رافيا بي المرضيا لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التأمين خاتمة مناجاتي بالخط هذا الخط جعلني الله تبارك وتعالى عبدا لك جعلني الله تبارك وتعالى عبدا له وخليلا له
وحبيبا له ظاهرا وباطنا وجارا له وخديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله على ما نقول وكيل وشهد الله تبارك وتعالى لي ببيعة الثلاثة والثلاثين والضمائر وأنشد الملأ الأعلى بذلك لكن الله يشهد بما أنزل إليك تحية من عند الله مباركة طيبة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وشهد الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت محا توجه إليه بقدر عظمته ذاته بلا توجيه شيء منه إليه أبدا والله على ما نقول وكيل كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله الحرام ترفعه الملائكة إلى طوبى وفيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع يمين وحي الله ويدخل فيه معهما كاتب هذه الحروف مع جميع الكتب والأمتعة إلى محله الذي يكون معهم فيه أي المريد الصادقين كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف أمنه الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المعروف ويلازم ما لا يخفى على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده حينئذ كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف يجاور الله تبارك وتعالى في الدنيا في الدفع والجلب 400 سنة بعد هذا الخط المحقق من الحق المبين والله على ما نقول وكيل صلى الله على محمد.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على